أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامج بنت الأصول على شاشة قناة لوجوس. من الصفات اللي بيصف بيها يسوع، أو دايما لما بنتكلم عن ربنا بنقول عنه إن رجل مختبر الأحزان، رجل الأوجاع مختبر الأحزان. يمكن من حكمة ربنا الكبيرة جدا والعظيمة جدا أن يسوع اختبر أحزاننا وحمل أوجاعنا، أن هو فعلا عايش حاجات كتيرة جدا جدا، عشان كده احنا قادرين نصدق فيه، وعشان كده احنا قادرين طول الوقت نحس قد إيه هو كان بيحبنا، أن هو عايش التجارب بتاعتنا. التجارب اللي بنعيشها في حياتنا يمكن دايما يقولوا ما بيحسش بالتجربة غير اللي عايشها. دايما لما بنيجي نحكي عن ألمنا أو وجعنا أو مرضنا أو دايما نقول اللي في إيده في المية مش زي إيده في النار. مهما كان درجة قرب الإنسان مننا، أي إنسان قريب، بس الاختبار نفسه هو اختباري أنا، الوجع نفسه هو وجعي أنا. يمكن من الحاجات المميزة جدا جدا واللي يعني بنلاقيها منتشرة قوي ومعروفة جدا، يعني الجروبات، بنلاقي مثلا أصحاب مثلا اللي عندهم ADHD عاملين جروب بيتكلموا مع بعض، الأرامل لهم جروبات وبيتكلموا مع بعض، اللي عندها عندهم أطفال توحد لهم جروبات بيتكلموا مع بعض، وكأن التجربة الواحدة دي جمعت الناس دي، جمعت عشان يحسوا بالألم مع بعض، أو علشان كل واحد يقول تجربته ويستفاد من بعض، لأن دول أكتر ناس اللي مروا بالموضوع ده هم أكتر ناس حاسين بيه. ليه حلقتنا النهاردة من قلب التجربة بنتكلم عن مرض الكانسر؟ لأنه فعلا فعلا الموضوع مش ألم جسدي فقط، وده اللي هنعرفه في الحلقة. الموضوع ليه أبعاد كتيرة جدا. أنا اتفاجئت بأمانة شديدة وأنا بحضر الحلقة مع ضيفتي الجميلة ولاء لطفي، بجد حاجات كتيرة فهمتها، بقيت طول الوقت بتنح بقى ليه، طب ازاي، معقول، ده حقيقي، وده اللي هنعيشه في تجارب ناس كتيرة جدا. في يعني عندنا سلسلة من الحلقات من قلب التجربة، هنعيش فعلا فكرة ان الناس ازاي التجربة بتاعتها بتبقى صعبة. احنا مفروض نحس ببعض، ومفروض ان احنا نفهم الألم بتاع الآخر، وده الهدف الأساسي من سلسلة الحلقات دي، ان احنا نفهم بعض، نحس ببعض، نحس بألم غيرنا، ونعرف قد ايه ان ردود افعال غيرنا ممكن تكون يعني اقوى منه، اقوى من 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 ارادته في بعض الاحيان، بسبب التعب بتاعه او بسبب المشكلة بتاعته. تعالوا نبتدي حلقتنا النهاردة، وتعالوا نرحب بضيفتنا الجميلة جدا والعزيزة جدا على قلبي ولاء لطفي، متعافي سرطان. ولاء، انا برحب بيك يا حبيبتي، اهلا بيكي معانا. اهلا بيك يا فلا، ميرسي خالص على التقديمه الكبيره الجميله العظيمه دي، شكرا ليكي. انا بشكرك يا ولاء بجد لوجودك معايا، بشكرك يعني جرأتك ان انت تقعدي وتتكلمي معانا، وعارفه محبتك، وعارفه اللي في قلبك قد ايه في قلبك الخدمه والمحبه فعلا لكل الناس. بجد يعني انا بشكل شخصي انا عارفه دوت، وعشان كده يعني دقيتك من بالنسبه لي انا من الناس اللي كويسه جدا ان هي بتتكلم في موضوعنا النهارده. ملاء، احنا يعني هو الحلقه صعبه، انا عايز اقول لك بامانه هي الحلقه صعبه، صعبه عليا جدا انا، لان انا هدخل معاكي في الالم، انا غصب عني هتلاقيني دخلت كده وحسيت بيكي جدا، وعارفه ومتاكده ان انا ممكن اشاركك واقول لك حاجه. اتفضل. انا مش بحس بوجع وانا بتكلم عن الوجع ده. تعافي ده يا ولاء. تقدري تقولي فيه جزء تعافي، تقدري تقولي فيه جزء اني بقيت واثقه اني مسنوده وان ربنا هو اللي شايل وهو اللي مكمل. تقدري تقولي علشان انا لمست ايده وحسيت بحنانه وقربه ودعمه ومساندته
ووقفته واستطعمت ودقت القرب من ربنا أكتر جوه التجربة، فبالتالي ما بقاش مؤلم بالنسبة لي إن أنا أحكي أو أتكلم عنها. ساعات لما الواحد بيتكلم لما يكون لمس ربنا أو شاف ربنا بيكون ساعتها كلام امتنان، كلام شكر، كلام فخر، كلام اعتزاز إن ربنا كان واقف معي. بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن رأتك عيني. فلما بتبقي مدركة إن أنت شفتي ربنا حتى كانت وهو وأنا لسه جوه تجربة الألم، بحكيها بامتنان وبحكيها بسعادة. أمين، جميل لكن جدا. لكن ده ما يمنعش طبعا إن أوقات بيبقى فيه ذكريات بتوجع، يعني مش طول الوقت ساعات الذكريات بتوجع، لكن بيبقى الغالب الحمد لله الغالب إن في لحظات وذكريات شكر تخلي الواحد يقدر يكمل أو يقابل أي حاجة ممكن تكون جديدة. أمين. ولاء، من قلب التجربة، الكانسر بيعمل ايه في حياة الست؟ لان انا عرفت منك حاجات انا ما كنتش استوعبها بجد، يعني انا محتاجة كل الناس تعرفها. الكانسر بيعمل ايه في حياة الست؟ يا بيخلق يا بيموت، يا بيخلق يا بيموت، يا بيخلق الست من اول وجديد ويعمل لها حياة وبداية جديدة، وده فيه بيكون جزء قرارها هي الشخصي، يا اما بيموتها وبتحس ان هي بلا حياة. طيب يعني تمام، اتفضلي. يعني فترة المرض أو الفترة اللي هي بنسميها فترة العلاج بتكون مختلفة من شخصية للتانية حسب طبعا درجة المرض وظروفها الصحية. يعني ما أقدرش أقول إن سنها صغير وده أول مرض يجي لها، أو حتى سنها كبير شوية والمرض ده أول مرة يجي لها مرض أصلا، طبعا بيبقى المناعة عندها أفضل من شخص مصاب بأمراض تانية. فأيا كانت مدة التعافي أو مدة العلاج، معاه جزء من الدعم النفسي، معاه قرار إن أنا عايز أعيش وأكمل، بيخلق حياة جديدة للإنسان. لأن طبعا رؤية المريضة بتختلف تماما للحياة وقت المرض وجوه المرض وبعد المرض. رؤيتي للحياة بحالها بتتغير تماما. او بيبقى فيه بقى جانب تاني للاسف موجود، هو سيء بس موجود، ان الحياه ما بتنفعش انها ترجع للماضي وما بينفعش ان هي يبقى فيها مستقبل، لكن بيفضل فيها الانسان او بتفضل فيها الست واقفه عند انها مريضه. ده بيبقى شويه فيه جزء قرارها. طبعا انا بتكلم على الجانب النفسي، مش بتكلم خالص على الجانب ولا الدوائي ولا العلاجي، انا بتكلم على الجانب النفسي. طيب خليني ابتدي معاكي من الاول كده. اول ما عرفتي ان انت اصبتي بالكانسر، كان ايه مشاعرك ودماغك ودتك فين؟ احكي لنا التجربه بتاعتك، يعني احكي لنا احاسيسك، مشاعرك، افكارك، مخاوفك. اقول انا زي ستات كتير ظهرت لي حاجه صغيره في صدري، فما كانش في بالي خالص انها ممكن تكون كانسر. فطبعا رحت للدكتور نسا وتوليد، دكتور عادي، وبالكشف العادي جدا قال لي لا روحي اعملي ماموجرام. فكلمه روحي اعملي ماموجرام، انا اصلا مش عارفه يعني ايه ماموجرام، مش عارفه الاشعه دي اصلا بتاعت ايه. كان وقتها عمري 36 سنه. وفعلا رحت وعملت الماموجرام، وابتدت السكه تاخدني واحده واحده لغايه ما عرفت ان اللي بيمشي في السكه دي معناه انه الكانسر. وطبعا كان عندي فكر طفله شويه اللي هو انا لسه صغيره على ان يجيني كانسر ده، او يعني بيجي للناس الكبار. يعني دايما نشوف في التلفزيون يا اما مستشفيات الاطفال يا اما ناس كبيره. فانا كنت شايفه نفسي لا، انا يعني لسه عشان الواحد يخش في مرحله ان يجيله امراض، يعني الناس الكبيره هي اللي بيجي لها امراض. كان ده التفكير بتاعي وقتها. يعني مشيت في السكة لغاية ما خلاص بقى في واقع، ده كان خلال أسبوع أو 10 أيام بالكثير، في واقع بيقول إن أنا عندي سرطان. لو أنت عايزة بقى اللي هي المشاعر الحقيقة، إن أنا كنت وقتها كنت ماشية في خط كده حماسي قوي،
اللي هو الدكتور بيقول هنعمل عملية حالا خلال وقت كذا، الدكتور بيقول لازم نخش عمليات بعد مدة كذا، حاضر. فكنت وقتها بنفذ اوردرات، متصورة انا ولاء شخصيا، متصورة ان انا كده ست شاطرة ست جدعة ولازم افضل قوية وماسكة نفسي ومعيطش ومخافش ويعني لازم اكمل المشوار يعني. كملت وعملت عملية وخدت جلسات كيماوي وفيما بعد خدت جلسات علاج إشعاعي وخلصت كل السكة دي. بس بعد ما خلصت ده اللي هو أنا يعني الست الشاطرة اللي بتعمل الإنجاز العظيم، أنا متصورة كده، لقيت نفسي خلاص بقى أنا اتحطت إني ما أنا ما لحقتش أعيط، أنا ما لحقتش أطبطب على روحي، أنا ما لحقتش أستوعب إن أنا كنت شايلة شيلة تقيلة، وكنت فاكرة نفسي إن أنا لازم أفضل أجري 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 من غير ما أخد نفسي، إن دي كده البطولة. لكن لأ، هو الحقيقة بقى إن أنا أخدت بعدها وقت من إني أقول لأ واعترض، وحتة الإنكار اللي أنا كنت فيها شوية دي اللي هو أنا قوية وأنا هكمل وأنا هقوم، كانت لطيفة وحلوة وكويسة، بس الحقيقة إن أنا ما عبرتش فيها عن مشاعري. بعد كده لما أنا فوق ابتديت أغضب وأقول أنا تعبانة، وكأني بقول لنفسي على كل التعب اللي مر عليا اللي أنا كنت بقول فيه إن أنا كويسة، لأ أنا برجع بأثر رجعي، أنا تعبانة، وتعبانة دي تعبانة نفسيا. وخدت بقى فترة طويلة اللي هو أنا بحاول أخبط على كل البيبان اللي ممكن تقدم الدعم النفسي، اللي هو انا محتاجه مساحه احكي فيها ان انا تعبانه، ان انا متضايقه، ان انا عايزه اعيط بدون سبب، بدون ما حد يقول لي انت بتعيطي ليه. والحقيقه ان انا لقيت ده وتقدم لي ده، اذا كان في كنيستي او اذا كان بره في ورش للدعم النفسي، ورش بشكل عام، ورش للستات مش لمرضى الكانسر يعني، ورش بشكل عام للستات انها ممكن تروح وتعبر وتحكي وتفضفض. ومن هنا عرفت ان البدايه هو ان انا اعبر عن مشاعري في الوقت اللي احس فيه بالمشاعر دي، وان احترم ألمي وان اقدره قوي وان ما اشيلوش جوايا، وان مش البطوله ان انا اعمل نفسي ان انا جدعه وقويه وما حصلتش وبعرف اجتاز الالم ومده صغيره. ودي كانت البدايه ان انا اعرف اقدر ألمي كويس قوي. هي فكره تقدير الالم وفكره ان انا بس كنت عايزه، في ناس بترفض يعني، انت جت معاكي بالانكار، جت معاكي ان انا جدعه وهصد، جت معاكي وانا هقف وهشيل وهعمل وهسوي، في ناس تانية خلاص انا هموت خلاص. طبعا في ناس تانية، واعتقد انت شفتي دوت كمان ويعني تعاملتي معاه وتعايشتي معاه، في ناس تانية وجهة نظرها عن الكانسر ان انا خلاص انا بموت، انا باخد الكيماوي وعارفه المراحل بتاعته وبموت. في ناس بتفكر كده جدا جدا. عايزاكي برضو يعني، انا عارفه ان انت بتتعاملي مع ستات كتير، كلميني عن النقطه دي لان انت اكيد مختبراها برضو مع ستات انت بتتعاملي معاها. فكره انت جات معاكي بالانكار، في ناس تانية ممكن تيجي معاهم بايه؟ بحاجات كتير قوي، في اني بقفل على نفسي وباخد علاجي، لان يعني انا شفت كده في بيقفل على نفسه وبياخد علاجه بس بينعزل تماما عن الحياه او عن التواصل، وهو مكتفي انه هياخد العلاج عشان هو يبقى صحيا كويس، لكن في نفس الوقت هو شايل وصمه اسمها انا مريض كانسر، فبالتالي ما ينفعش ان انا اقول للناس ان انا مريض، ما ينفعش ان انا اقول للناس ان انا بتعالج، ما ينفعش ان انا اقول للناس ان انا موجوع، لان انا شايل وصمه لحاجه كبيره وخطيره ومؤلمه، وفي وما زال في بعض الناس بتتعامل على ان الكانسر، وده انا شفته في المستشفى، ان الكانسر معدي، ان الكانسر نتيجه انك عملت خطايا في حياتك او نتيجه ان انت عملت ذنب كبير فربنا بيعاقبك. ده انا شفته، فشفت الستات بالنموذج ده بتخبي، بترفض انها تتكلم، بتداري المها، بتداري وجعها، بس مستمره في العلاج. وشفت نماذج ثانيه من ستات
بترفض العلاج نفسه وبتتعامل مع جلد لروحها. انا اعيد ليه؟ انا من المفروض ما يجينيش المرض، انا انسان كويس، ليه ربنا يديني تجربه كبيره جدا زي دي؟ او يا رب انت ظالم، حاشا يا رب ان انا اقول كده، لكن يا رب انت ظالم، انت ليه تجيب لي مرض خطير زي ده؟ طب ولما انت تجيب لي مرض زي ده، طب انا لسه صغيره ان انا يجيلي المرض ده، انت ليه عايزني اتالم؟ انت ليه عايز تاخدني من بيتي وولادي؟ او انت ليه يا رب وانا لسه شابه صغيره ما اتجوزتش ليه تجيب لي المرض ده؟ ففي مشاعر كتير وردود فعل كتير بتعملها الصدمه، يا بالرفض للعلاج يا بقبول العلاج لكن برفض الحياه. وفي طبعا لا بيقبل الحياه ولا بيقبل المرض اطلاقا، وبيقعد جوه اوضه جوه حياته قافل على نفسه، مقرر ان الكانسر هو مرض مميت، مهما الانسان اتعالج هو في النهايه هيموت، لان الكانسر هو مرض مفيش منه شفاء. فانا بقول هي نسب الشفاء في المرض ده، هي نسب، هو مفيش منه شفاء كامل، يعني مفيش 100%، لكن في نسب شفاء عاليه، زي ما في 60 و70 و80، في 90 و95%، يعني في نسبه شفاء. فالشخص ده بيشتغل او بيقرر ساعتها، لا مدام هو نسب شفاء مش شفاء كامل، انا ليه ادخل في نفسي كيماوي وادخل في جسمي علاج اشعاعي، وليه اعيش طول حياتي اتعامل على اني بعالج الكانسر وبعدها بعالج الاثار الجانبيه للكانسر؟ انا ليه ادخل في الدوامه دي؟ نفضل قاعد كده في حياتي في بيتي. على فكره انت بتقولي ده واقع جدا، ده في ناس فعلا بتاخد القرار ده. ايوه انا عندي اصحاب كده، اللي هو انا قاعد منتظر ربنا عاوزني اموت، اوكي خلاص لما يقرر انا كده هموت، هو عايزني اعيش انا هعيش. هو في كل الاحوال ده وجهه نظره. الناس اللي بتاخد العلاج، في ناس بتموت في الجلسات، وانا بقول له ايوه في ناس بتموت في الجلسات، وفي ناس بتعيش وبتكمل، لان الحالات مختلفه ودرجه المرض مختلفه وكمان الحاله النفسيه بتاعت الشخص نفسه مختلفه، يعني هي كمان الحاله النفسيه بتفرق كتير ان هو يتعافى. قوي قوي، يعني احنا كانوا يركزوا جدا جدا الدكاتره لما نروح بين جلسات، في جلسات الكيماوي اللي هو زي ما مطلوب مننا ان احنا نشرب ميه كتير عشان الاورده اللي بناخد فيها جلسات الكيماوي، وان احنا ناكل اكل صحي ويكون خفيف على معدتنا علشان الكيماوي طبعا مؤلم للمعده، و و و و اللي هو حاولي تكوني هاديه، حاولي ما تتاثريش نفسيا بحاجه، حاولي تبعدي عن الحاجات اللي تضغطك، يعني طبعا الجانب النفسي، لان من اساسيات ال الكشف اللي بيتم قبل ما نخش جلسه الكيماوي هو جهاز المناعه اخباره ايه، اللي هو بيتأثر بالحالة النفسية وبيتأثر بالمشاكل اللي بنعيشها. عايز أقولك بس على حاجة، أنت اتكلمتي في نقطة مهمة جدا. أوقات ناس لما بتصاب بأمراض صعبة زي دي بتدخل في دايرة إن اللي هو اللوم بقى على الآخر في إن هو السبب إن جاله المرض ده. قابلتي واجهتي ناس زي كده؟ يعني مثلا واحدة جالها الكانسر وهي عندها مشاكل مع جوزها، مثلا واحدة جالها الكانسر وعشان خاطر مش عارفة اتظلمت من اخواتها في حاجة، قابلتي الناس دي؟ طبعا انا افتكر كويس، انت كنت بتتكلمي في بداية الحلقة عن الجروبات، فاحنا هنا في اسكندرية عندنا اكتر من جروب لمرضى الكانسر، والجروبات دي بيبقى فيها زي ما فيها مرضى فيها متعافيين فيها دكاترة. افتكر كويس دكتور كان منزل البوست ده، ان في نسبه كبيره من مريضات سرطان الثدي، بعيدا عن الجزء الوراثي وكل الاسباب العلميه اللي بتقول ان مرض الكانسر في جزء وراثي او جزء يعني يخضع للعلم، في جزء نفسي وهو الضغط النفسي التراكمي لفترات او لسنين طويله جدا مرت بيها الانسانه دي قبل ما توصل لمرحلة إنها تكون مصابة بمرض سرطان الثدي بالتحديد. لما أنا فاكرة الدكتور ده كويس، أول ما نزل البوست ده كم من التعليقات للستات اللي بتقول يا دكتور أنا كنت بمر بضغوط كتيرة قوي قوي قبل ما أقع واروح أعمل الماموجرام واكتشف إن أنا عندي سرطان. في دكاترة بيأيدوا الفكرة دي،
وفي دكاترة الحقيقة ما بيأيدوهاش. يعني أنا ما أقدرش أجزم وأقول لك إن أنا ولاء، أنا متأكدة، لكن في دكاترة بيأيدوها جدا وبيتبنوها قوي، إن الضغط النفسي هي والعصبي الفكرة ولا إن أنا لما أصيب بالمرض وكمان أبقى عارفة، يعني أفكر أنا جالي ده ليه، أقعد أفكر بقى ده الأسئلة مؤلم، ليه، ده وأبقى مؤلم شايفة إن في مشاكل، أنت سببتني مشكلة وأنت سببتني مشكلة، فأنا لازم بدخل في ياخد شرح كومة، بضاعف الحزن أكتر، ده أنا جدا. بدخل لا كمان لا في لا عدم لا لا غفران. تمام، اتفضلي. لا، ده بيعمل مش بس حزن او جرح، ده بيعمل شرخ وكسر وانفصال وطلاق، بيعمل حاجات كتير. يعني كم من السيدات اللي اعرفهم من خلال مبادره حكايتي اللي انا عملتها في اسكندريه للدعم النفسي لمريضات ومتعافيات السرطان، كم السيدات اللي اعرفهم انفصلوا نفسيا او جسديا او بالطلاق الرسمي المعلن بعد تجربه مرض الكانسر؟ كتير جدا جدا جدا، لان فكره القبول من الطرف الثاني اللي هو اهم واكبر داعم في حياه المريضه او المتعافيه وهو الزوج تكاد تكون معدومه. حتى لو الزوج شخص متفهم وانسان وبيراعي، عند وقت معين بيزهق، ما بيقدرش، بيمل. هي دي كمان مشكلة وده في أنا مشاعر، قابلته خلي كتير. بالك يعني دي خلي بالك يا ولاء، هي دي مصيبة كمان ومشكلة كبيرة جدا في مشاعر جدا الست اللي بتصاب بالمرض ده. هي بتحس ان هي هتبقى عبء على جوزها، هتبقى عبء على اهلها، هتبقى عبء، فده موضوع مش سهل خالص ان هي تقبله، بالذات لو شخصية حساسة. لان يعني لو هي من النوعية اللي الحساسة واللي يعني بتنفعل او بتتأثر بالمشاكل وكده، فالنوعية دي بتبقى صعب عليها قوي ان هي تتعب حد او تشيل حد همها، فقبولها للمرض بيبقى صعب جدا. انا عايزه اقول لك كمان، هي مش فكره الست الحساسه، هي كل ست او معظم الستات اللي بتتحط في التجربه او الصدمه دي هي بتبقى هتعيش حياه كل تفاصيلها مجهوله. هي ماشيه في طريق هي مش عارفه اخره، هي اجبرت. يعني كلنا بنبقى اجبرنا ان احنا ماشيين في طريق، حتى لو انا عندي في عيلتي ناس مريضه، فإلى حد ما ببقى متوقعة إن يمكن يجي الكانسر، بس برضو ده لا يمنع صدمة. إن غير يعني غير لما أنا أكون بسمع إن كانت خالتي وكانت أمي وكانت جدتي وكان يعني إن حد مريض في عيلتي، وببقى متوقعة إن ممكن يجيني المرض، لكن التوقع شيء وإن والواقع الواحد شيء يمشي في المشوار شيء تاني، صح. وخصوصا زي ما احنا إن كل بقول لك حالة كده، مختلفة، انا لما كل بشوف حالة مختلفة. بالظبط زي ما انا بشوف الموضوع من بعيد غير لما بدخل في الموضوع، طبعا وعشان كده انا مصممه الحلقه، يعني مصممه جدا ان احنا نشوف قد ايه الحاجات اللي بتحصل في حياتنا بتاثر قد ايه علينا وعلى غيرنا، وازاي ممكن نتعامل معاها. يعني انت اتكلمتي في نقطه خطيره جدا، ان في رجاله مثلا، انا مش عايزه اظلم حد، بس في رجاله ما عندهمش استعداد يشيلوا مراتهم، ما عندهمش استعداد تكلفه ماديه. يعني مثلا وممكن خليني الأب اقول لك والأم على فكرة، ايه، يعني ممكن يبقى الزوج شخص متفهم جدا. انا كنت اعرف يعني مريضه كانت كده، وكان المشكله الكبيره بالنسبه لها كانت والدتها. يعني والدتها طول الوقت بتقول لها انت شعرك واقع عشان ربنا غضبان عليكي، لانك عشتي حياتك كلها مش محجبه. فكانت دي مشكلتها. او كان عندي برضو بنت تانية والدتها طول الوقت بتتعامل معاها على ان انت طول عمرك خادمة في الكنيسة، خدتي ايه من الخدمة؟ في الاخر خدتي المرض. فساعات بيكون الدايرة القريبة قوي من المريضة، اذا كان الزوج او اذا كان الاب والام، ساعات بيكونوا هم اكتر ناس بتوجع قوي وما بتخليش في اي حافز للانسان ان هو يقدر يكمل حياته. عارفة النقطة دي مهمة في ايه كمان؟ هي فكرة ان في زي ما كنت بقولك ان في بعض الرجال يعني بياخدوا قرار انا مش هكمل بعد ما بيعرف ان زوجته،
اقول لك انا اصرف وهعمل وفي الاخر هيحصل ايه؟ تخيلي ان الزوجه دي قد ايه يعني هي معاناتها الترابل، هقول معاناتها في التضاعف، بتتضرب طبعا في اعداد مهوله من المعاناه، لان هي مش بس معاناه المرض نفسه، لا ده معاناه الرفض كمان، رفض طبعا الاخر ليها، دي حاجه كارثيه. هي كمان بتبقى واقفه في حته ان هي نفسها لسه مش عارفه تقبل كل التغيرات اللي حصلت لها. يعني هي بتبقى محتاجه، او انا كمريضه ببقى محتاجه ان حد يصدق فيا ان انا ما زلت نفس الست او البنت اللي كنت قبل المرض، لان بيحصل تغيرات ايوه كتيره بقى، جدا انا فيا محتاجه من اعرف اول منك ايه شعر التغيرات اللبيبه. دي. لا بصي، لا هي فكره يعني انت بتتكلمي على شعرك ده لما ببتدي العلاج، يعني ايه اللي بيحصل في حياه الست فعلا من وانس ما تعرف لغايه ما بتبتدي علاج لغايه ما بتوصل للتعافي، يعني لما ربنا يعني بيقدر لها نفسيا التعافي وكده. وجسديا، نفسيا وجسديا. تمام، يعني هنبتدي كده جسديا. مثلا من ايوه اول ما بتعرف ابسط الحاجات اللي بتحصل، في شعر واقع، حواجب، رموش تحت العين، بيبقى تحت العين وفوق العين بتبقى هالة سودة او صفرة، الضوافر في بعض الحالات مش في كلها الضوافر بتقع، لكن لازم بيبقى كف الايد اسود من الكيماوي، الضوافر بيبقى لونها اسود، ضوافر الايد او الرجل، في بعض الحالات لنقص الكالسيوم مع الكيماوي الضوافر دي بتقع. في العمليه بقى في طبعا ما يسمى تشوهات، انا مش بسميه تشوهات، انا بسميه علامه ان انا نجيت، انا نجيت، علامة ففي نجاة. علامه ان انا نجيت. فعلامة النجاة دي إن في استئصال، إن في بكر، إن في جرح، فكده دي كده آثار في بعض الحروق أو الالتهابات اللي بتحصل نتيجة العلاج الإشعاعي، ودي مكانها مختلف حسب الكانسر كان موجود فين، ودرجة الالتهاب اللي ممكن توصل للحروق إنها يبقى لونها يعني زي لون الحرق، بتاخد فترة لغاية ما تتعافى والمكان يرجع يلتئم ويبقى كويس، برضو دي بتاخد فترة بعد ما العلاج الإشعاعي بيخلص. وطبعا مش كل الحالات المرضى كلها بتاخد كيماوي أو كلها بتاخد إشعاع أو كلها بتعمل عمليات حسب الحالة. نيجي بقى للجزء النفسي، لا حاجات طبعا كثيرة جدا جدا، ممكن أنا أبقى عصبية قوي، ممكن أنا أبقى شايفة نفسي إني ما بقتش جميلة، وطبعا لو أنا أصلا قبل ما أكون مريضة كان عندي الجزء ده ان انا ما عنديش ثقه في نفسي واني شايفه نفسي مش حلوه، وان ده بيأثر سلبيا جدا. لكن حتى لو انا كان عندي الى حد ما ثقه في نفسي قبل المرض، انا وزني زاد، وده غالبا بيحصل للمريضات من الادويه من الكورتيزون اللي بيبقى في الكيماوي، فاقول وزني زاد، شعري لما طلع بقى خفيف قوي، او ممكن يبقى شعري طلع كويس او طلع ابيض، يعني في تغيرات بتحصل. فأكتر من حاجة بتغير الملامح والشكل، طبعا الاستئصال بقى اللي بيبقى موجود، أو لو العملية دي في الوجه أو في الفك أو في اللسان أو حسب الكانسر لو موجود في الوش، دي بتبقى من الحاجات المؤلمة جدا، لأن طول الوقت بيتشاور عليكي هو ده إيه؟ يعني لو محدش عارف هو اللي في وشك ده إيه؟ وطبعا لو جوه في الجسد بيبقى المريضة طبعا حاسة ان هي عندها جزء ناقص، في جزء افقدها انوثتها، اذا كان في الثدي او في الرحم او ايا كان بقى مكان الجرح فين، فهي بتحس طبعا بالتشوه، فده بيخليها طول الوقت عندها عدم قبول لنفسها، فيجي اللي حواليها كمان ويقولوا لها احنا رافضينك. يعني مثلا لما الزوج يقول لها لا اصل انت شكلك اتغير، اصل انت ملامحك اتغيرت، اصل انت وزنك زاد، او اصل انت ما بقيتيش ست، انا اسفه في اللفظ لكن هو ده واقع بيتقال، انا مش عايز اعيش مع ست ارعى، لما شعرك يبقى يطلع ابقى اعرف اتعامل معاه، او انت نص ست، او لما يعني يستأصلوا الثدي والرحم فاضل فيكي ايه من الانوثه؟ دي جمل انا سمعتها. مؤلمة أوي أوي. جدا طبعا.
جدا طبعا. مؤلمة. يعني لما تخيلي يعني كمان أنا بتخيل إن أنا الكلام ده يتقال لواحدة مثلا هي مش قادرة تتكفل مثلا بنفسها، هي مفروض إن اللي بيعيب فيها ده هو مثلا جوزها، مثلا فتخيلي بقى هي مش قادرة، هي خلاص كده فعلا بالنسبة لها النهاية، هي غصب عنها لازم تحس إن دي النهاية. يعني أنا بتخيل كمان بالتأكيد الناس الفقراء أو الناس اللي ما عندهمش تأمين أو الناس اللي مش هينفع يتعالجوا، قد إيه الموضوع بالنسبة لهم بيبقى لا بيصعب صعب. أنا معاكي جدا إنه بيبقى مؤلم أكتر، لأن بيبقى من كل الجوانب النفسية والجسدية والمادية. فطبعا ساعتها يعني بحكم إن أنا شفت مريضات كده جسديا بتجنب خالص أي بتر أو استئصال حصل في جسمها، وبتقول إن ده شيء مش مهم دلوقتي. الجانب النفسي أنا عايزة أقوم وأكمل وعايزة أعيش بغض النظر إن في مشاعر من جوه وجعاها، لكن بتقفل عليها وبتكتمها وبتحبسها، لانها بتفكر بقى في شيء تاني، اني عايزه اعرف اخد خطوات، يعني خطوات في علاجي، اني عايزه اقدر انزل من السرير، وعايزه اقدر اروح شغلي، وعايزه اقدر اخلي بالي من ولادي. فبيقف قدامها بقى الدور اللي في التامين الصحي، او الدور اللي في المستشفى الخيري، او ان الجهاز النهارده عطلان فمش هينفع ان انت تاخدي الجلسه، او النهارده مناعتك واقعه وضعيفه جدا نتيجه الضغوط اللي حصلت لك، أو نتيجة عدم التغذية فمش هتقدري تاخدي الجلسة، فمدة العلاج تطول. يعني أوقات كتير يبقى محدد مثلا إن أنا ليا 6 جلسات 8 جلسات 20 جلسة، ممكن الجلسات دي بتتاخد مثلا في 6 شهور في سنة، نتيجة العوامل اللي أنا قلتها يبقوا في سنتين وفي 3 سنين. فبتأخر الحالة أكتر. جدا نفسيا بتسوء أكتر، جسديا بتضعف اكتر. فلما نسمع ان المريضه ماتت وهي في الجلسه، او ماتت وهي في نص فتره العلاج، او بيبقى كل التراكمات دي مع بعضها. بس حقيقي يا فل عايزه اقول لك حاجه من واقع معرفتي في ستات كتير، ومن ايماني انا وقناعتي انا كمان الشخصيه، لما بتبقى روح الانسان قويه بتقدر تشيل جسده ونفسه. يعني لو أنا نفسيا وروحيا قادرة أكون حباني ومتصالحة معايا وقابلة كل مش هقدر أقول عليها العيوب، لكن هي واقعيا اسمها أجزاء ناقصة في جسمي، في شكلي، في ملامحي، غيرتني، خلتني عصبية أكتر، خلتني بعيط وبتصعب عليا نفسي من أقل كلمة، يعني المهم ان انا شخصيا اتغيرت. لما الحاجات دي بقبلها وبعرف اتعامل معاها وعندي مساحه من المشاركه ان اقدر اعبر عن مشاعري وافضفض واتكلم، بيخليني الى حد كبير قبل مرضي، فبيحسن من حالتي النفسيه، فبيحسن من حالتي الصحيه، فبيخليني اقدر اعافر اكتر، وبيديني نفس ان انا هاخد العلاج، هدور على علاج تاني، هيخليني عندي نشاط أكتر، تفاؤل أكتر، قابلية للحياة حتى لو مش بجودة حياة كاملة. طيب انت جيتي في نقطة مهمة قوي وهي الحتة الروحية. هل حسيتي ان زي ما بيتقال انت ربنا بيحبك عشان ده مرض؟ انا يعني سامحيني في الكلام التقيل، بس هو للأسف بيتقال، انا اسفة ان انا هقوله لك، انا اسفة بجد. بس حسيتي ان يعني حد قال لك الكلمه ده مرض الفردوس ده يعني طبعا الكلام اللي هو انا ايه، عايزه اقول لك ربنا بتتقال كده بالله، بينقينا، يا ربنا عشان بخت، عايزنا نروح السما على طول. انا عايزه اقول لك بتتقال كده، يا بختك ان يا جالك بختك. سرطان، يا بختك. اتذكر موقف ما انساهوش مع واحده ست جميله مريضه، فواحده تانيه بتقول لها يا بختك انت كده ضمنتي تخشي الجنه. قالت لها انا عايزه اعيش الاول على الارض، انا عايزه اعيش الاول، انا مش هموت. يعني قالت لها خدي انت الجنه بس اديني حياه الاول، انا عايزه اعيش الاول على الارض. فهي بيبقى حتى الكلمات اللي الناس بتتصور انها كلمات ايجابيه، يا جماعه لا، احنا بنبقى عايزين نعيش،
والمريض لما بيصاب بمرض مزمن ايا كان كانسر او غيره، ساعتها بيدرك حقيقي انه عايز يعيش قوي، ايوه انا كنت لسه وانه هسألك بيحب الحكاية دي. الحياة قوي. صح، انه عايز يعيش قوي، وانه كل لحظة في عمره عايز يقضيها وعايز يستمتع بيها، لانه طبعا في جانب سلبي، هو خايف ان العمر ينتهي في لحظة. زي المرض ما جه فجأة، هو خايف ان المرض يخلي حياته تنتهي برضه فجأة. لكن تدريجيا تدريجيا، هو او انا او احنا مريضات او متعافيات السرطان بنتعلم ازاي نستطعم طعم الحياة ونعيش سعادة بأبسط الأمور. وأبسط الأمور دي يا فلة لأننا جربنا أكتر الأمور المؤلمة. صح. يعني أنا أتذكر حالا دلوقتي إن من أمتع اللحظات، أنا كنت لسه بحكي ده من يومين، يعني من أمتع اللحظات لما كنت أتكافئ في المستشفى وهيجيبوا لي طبق الجلي، لأن ده كان أحلى أكلة بغض النظر عن باقي الأكل اللي ما بيبقاش ليه طعم. طبق الجيلي اللي فيه سكر ده كانت بتبقى أحلى أكلة هتجيلي، كانت بتبقى مكافأة بالنسبة لي. فأنا إلى الآن أنا ولا ببقى سعيدة جدا وأنا باكل جيلي، لأنه كان وقتها أحلى حاجة، لأن كنت في أوقات مش بعرف استطعم نتيجة الكيماوي، فمش بعرف أدوق الحاجات. فالجيلي اللي فيه سكر ده اللي هو طبق صغير جدا كده كان بيبقى بالنسبة لي حاجة حلوة قوي، جميلة جدا، أحلى بقيتي أكل. ممتنة للحاجات البسيطة قوي، الامتنان للحاجة البسيطة يعني. طبعا، وده بيخلينا بعد كده نقدر قيمة أي حاجة بسيطة. كلمة بتفرق، طبطبة بتفرق، لمسة بتفرق، حد يقول لك ربنا معاكي، أنت بطلة، أنت شجاعة، برافو عليكي، بتفرق. أنا جبت ده عشانك، أنا عملت ده عشانك، بتفرق قوي. ما انا بقول لك احنا بنستطعم بعد المرض، بنستطعم وبنقدر كل الحاجات الصغيره اذا كنا بنعملها لنفسنا او اللي بيقدمها لنا اي حد، مش من باب الشفقه، من باب انه شايف ان احنا قادرين نمشي في سكه صعبه ثقيله مرهقه هنكمل فيها باقي حياتنا، بس واقفين فيها. عايز اخدك لا احنا مكسوفين من المرض. اتفضلي. عايز اخدك في نقطتين. اول حاجه فكره ان انا لما اصاب بمرض، للناس اللي عايشه حياتها دلوقتي لسه يعني ربنا حميها او ما اصابتش باي امراض مستعصيه وامراض صعبه، لان احنا عندنا حلقات كتير هنتكلم عن امراض كتير قوي يعني مع بعض الناس فعلا بتوقف الحياه، بيقعدوا طول الوقت بيبقوا شكاين. يعني انا افتكر ان هو فكره لما الواحد بيصاب بمرض مستعصي فعلا بيقعد، يعني الحياه عنده قبل ما يصاب بالمرض تختلف تماما عن بعد اصابته بالمرض، وده اللي انت قلتيه. عشان كده انا نفسي رسالتي تبقى لكل الستات، لو انت ربنا عطيكي صحه وقادره تعيشي وقادره تقفي وقادره تخدمي ولادك وقادره 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 كل ده، أرجوكي ما تعيشيش في فقر وكآبة. يعني حاولي تتبسطي بحياتك، مش لازم تحسي بأهمية حياتك وباللي انت بتعمليه غير لما يحصلك حاجة، لأن فعلا أوقات الشيطان بيعمينا عن الحاجات الحلوة في حياتنا ويخلينا مش قادرين نستمتع بولادنا وبجوازنا وبحياتنا كلها، ونيجي فجأة نلاقي إن احنا قصاد حاجة غصب عننا بتخلينا تعبانين وبتخلينا ان الحياه قدامها بتتغير. فدي نقطه خطيره جدا انا كان نفسي اوصلها لكل ستات. طب انا عايزه اقول لك حاجه برضو انا شفتها وجربتها وانا شخصيا ولا عشتها، ان اوقات بقى وانت ماشيه في سكه الحياه وانت اكيد مش في بالك خالص او انا في بالي خالص ان انا هبقى عيانه بكره وهمشي في سكه علاج هتاخد سنين وبعدين اوصل لمرحله ان ينفع ان انا اقول على نفسي ان انا متعافيه. متعافيه دي يعني ما زلت باخد علاج بس مش بروح اخد جلسات ورايحه المستشفى كل شويه، لكن هي اني بعمل متابعه كل فتره وما زلت باخد علاج بس يعني الى حد ما حياتي اهدى. عايزه بقى اقول لك حاجه ثانيه، ان ساعات بيكون المرض هو طوق النجاه لاني اعمل حياه جديده مختلفه تماما. ايوه بقى انا ده اللي انا عايزه اعرفه. حياه اجمل، حياة أسعد، حياة أفضل. أنا ولا أقر قدامك جدا جدا،
يعني بمنتهى الصدق وبمنتهى الاريحيه اني انا ولا من فتره ما خلصت علاج الى الان انا انشط اوضح اصدق اسعد اقوى. ليه؟ عشان انا قررت ان انا اعيش بالرغم من ونظريتي اتغيرت. انا مش مريضه، انا ناجيه، انا طلعت من البير بتاع المرض. اي نعم انا عندي مخاوف ما منكرهاش، هي موجوده، بس ده لا يمنع ان لما جه الكانسر فتح عينيا على حاجات كتير انا لما جربتها اتبسطت بيها. يعني انا عايزه اقول لك كل ست فينا، يعني خصوصا الستات المتزوجات، كلنا بنبقى الى حد ما روتين حياتنا شبه بعض، اللي هو بيت واولاد ومذاكره وتمارين وهكذا، اللي هو شكل الحياه ده وشغله، شكل الحياه المعتاد ده. انا عايزه اقول لك لما جه الكانسر وانا شفته معايا ومع ستات كتير، وبعد ما مرينا مرحله الصدمه والانكار والالم والرفض، لقينا نفسنا بقى بنقاوم عشان عايزين نعيش. فده خلانا ندور ازاي نبسط نفسنا، ندور ازاي نقعد وسط ناس ونحكي معاهم ونتكلم عن وجعنا، بالرغم ان احنا زمان جايز قوي ما كناش نعرف ايه اهميه التعبير عن مشاعرنا. بقينا نقبل يتطبطب علينا ونعرف نطبطب على الناس. انا عايزه اقول لك مش الناس المريضه، كل الناس، لان انا او اي مريض لما بيخوض تجربه الالم بيتعلم وبيحس انه يعرف يطبطب على غيره، انه يعرف يكون شفوق او حنون على اي متألم. يعني تقدري تقدري الم اي انسان بغض النظر هو تعبان من ايه، هو ممكن يكون على فكره مش مريض خالص، هو تعبان نفسيا من حاجه، بس لان احنا عدينا في مرحله الالم النفسي والجسدي فالى حد ما بقينا مدركين لمعنى كلمه الالم. احنا دخلنا جوه اتون التجربه فبنقدر نقدر يعني ايه الم، وكل انسان عنده تجربته اللي مر فيها بألم خاص جدا بيه. فلما بنمر بقى بتجربه الالم بتاعتنا بنعرف نقدر الالم وما بنوزنوش للاسف، عشان دي حاجه كتير الواحد بيشوفها. كلنا بنتالم وكل واحد عنده تجربه الم هي اعظم شيء بالنسبه له هو. قدس اقداس على قدراته هو. نعم قدس اقداس الالم ده اوقات بيبقى قدس الاقداس بتاعتنا يعني. وهو بالنسبه له شايفها كبيره وعظيمه. يعني انا مع السيدات اللي بنتقابل معاهم في الورش بتاعتنا كتير قوي بقول كلمه كده اللي هو ما نقارنش ألمنا ببعض. طب استني يعني ولا انا مرحله ثالثه ولا قبل ما بتدخلي في الجزئيه دي خليني نطلع فاصل ونرجع نكمل النقطه المهمه دي جدا معاكي. مشاهدينا في كل مكان نطلع فاصل ونرجع نكمل مع ولاء لطفي بعد الفاصل، ابقوا معنا. ازيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسلام. انا ماجد نسيم، النهارده هعمل معاكم طريقه عمل الفخده الضاني، وهي دي القطعيه اللي انا بستخدمها اللام بليج، دي البراند بتاعت جرينلاند. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا عندي بصلتين كبار مقطعهم، وهاخد كمان معايا 7 بهارات، ومعايا فلفل بالليمون اللي هو ليمون بيبر، ومعايا كمان حبهان مطحون، والحبهان بيدي فليفر حلو للضاني، بيشيل ريحه الزفره، وتوم مفروم، ومعايا كمان هنا ورق لورا، و7 سبايسز اللي هي الصحيحه، وقرفه ورنفل، ودولت بحب احطهم في الصينيه معايا، ومعايا 2 كوباية من الزبادي. ممكن تزودي زبادي، مش هتقول لك حاجه يعني لو الفخده اكبر. بتحطي كله في البلندر، ومعاها شويه 7 بهارات والليمون، فلفل بالليمون والبصل والثوم وزيت زيتون، بس التوابل الصحيحه ما بنحطهاش، احنا هنحط الحاجات الناعمه كلها مع بعض في البلندر وهنضربهم، وهنحط ملح بس مش هنحط فلفل اسود لان انا بستخدمها فلفل بالليمون. هبتدي هنزل هنا بالبصل وهحط عليه جوزه الطيب، وهدعكه كويس بال7 بهارات والتوابل اللي انا حطيتها في الخلطه برضو، والفلفل بالليمون والملح
والسبع بهارات، وهحط التوابل الصحيحة معاها، وهدعكه كويس، وهشيل نصها، وهاجي بالسكينة أنغز كويس الفخدة من كل النواحي، وهحط عليها برضو سبع بهارات والفلفل بالليمون، وعشان أتأكد إن كل حاجة دخلت فيها وكل حاجة مليئة فيها التوابل بتاعتها. وهاجي هنزل عليها بالتوابل بتاعت اللي أنا عملتها في الخلاط، الخلطة اللي أنا عملتها، وهدعكها كويس بيها. وبعد كده هنزل ببقية البصل، هحطه من عليها من فوق وتحت. فكرة البصل اللي أنا حطاه إنه بينزل مية، هيساعدنا إن هي تنزل مية وتستوي في البخار مع المية بتاعة البصل، وهتبقى طعمها في منتهى الجمال. أنا عندي بارشمنت بيبر اللي هو ورق الزبدة، بغطيه بيها الأول وبعدين أغطي بالفويل، لأن مش صحي إنك أنت تغطي بالفويل بس الأول، لازم تعمليه تغطيه بالبرشمنت بيبر، وبعد كده هو تحطي الورق الفويل على الوش التوابل اللي احنا حطيناها دهيت مع الرز وانت بتعمليه، وبعد كده هو بتقومي مطلعاها ومقطعاها على الرز. عايزة تعملي صلصة زبادي، سلطة خضراء، في سلطات تانية بتتعمل معاها، مرة بعملها لكم ونشوف تتعمل ازاي. ودي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة، يا رب تعجبكم. وده كان منظر الفخدة بعد ما استوت. مشاهدينا في كل مكان، رجعنا لكم بعد الفاصل. بشكر من قلبي ماجي نسيم على الوصفة الجميلة اللي عملتها، شكرا لتعبها ومجهودها وخدمتها. وبرجع تاني لضيفتي الجميلة جدا ولاء لطفي، برحب بيكي مرة أخرى يا ولاء. أهلا بيكي يا فل. ولاء، وقفنا عند المقارنة، وانتي بتحبي تقولي كده يعني انا برضو انا عارفه انت مش عايزه تتكلمي قوي عن المبادره، بس انا حابه اتكلم عليها، استاذنك. يعني عايزه اقول ان من الحاجات المهمه جدا ان الانسان لما يقع في تجربه ان هو يحاول، ربنا بيحط في قلبه الانسان الكويس اللي فيه روح ربنا فعلا بيحاول يساعد غيره. ففكره احكي التجربه، يعني المبادرة بتاعتك، وفكرة ان انت تعملي مبادرة تجمعي فيها ستات اللي عندهم نفس المشكلة، يعني تبقى في نصايح، يبقى في ما بينكو لقاءات لتنمية مهاراتكو، للسندة، للي انتو للدعم النفسي يعني مع بعض، دي حاجة جميلة جدا. عايزاكي بس تأكديلي تاني على المبادرة، علشان لو في حد حابب يشترك فيها، ميبي في ناس تبقى حابه مش لاقي حد تتكلم معاه، مش لاقي حد تواصل معاه، مش لاقي حد يشاركها الالم اللي هي فيه. دي حاجه. حاجه تانية، كملي لنا بقى فكره ان الكلام انت بتقوله لهم عن المقارنه وان دي ما تنفعش في حياتهم. اتفضلي. المبادره هي اسمها مبادره حكايتي للدعم النفسي للمريضات والمتعافيات من السرطان، طبعا للسيدات في اسكندريه. اساسها هو الدعم النفسي، أساسها هو إن كل ست تفهم إن مرضها مش عيب ومش وصمة، وهي مش مسؤولة عنه إلى حد كبير طبعاً، لأن طبعاً أوقات بيبقى السرطان نتيجة تدخين أو نتيجة حاجات كده صحية، لكن ده لا يمنع إنها متألمة حتى لو هي كانت السبب في المرض. لكن برضو في كل الأحوال هي متألمة، وده أدعى كمان إن وقتها أقول لها إن حبي نفسك وتعاملي مع المرض على إنها هي تجربة مؤلمة، لكن إزاي تقومي منها أقوى وتقومي منها حابة نفسك وتقومي منها وإنتي قادرة تكملي حياتك وتعيشي. فالمبادرة كلها أو يعني كل ورشنا بتتلخص في الدعم النفسي، من محاضرات عن الصحة النفسية أو لقاءات للعلاج. العلاج ده اللي هو العلاج بالفن، العلاج بالسايكودراما، العلاج بالرسم، العلاج بالرقص زي الزومبا. احنا كان عندنا ورشه امبارح، ورشه زومبا، او يعني اكتيفيتي زومبا، وبرضه بنعمل معاها جزء مجموعات مشاركه، وهي ان كل متعافيه او كل مريضه تشارك بالشيء اللي لمسها جوه الورشه، اذا كانت محاضره او اذا كانت مشاعرها وهي جايه النهارده كانت ايه وهي خارجه كانت ايه. فانا بقى يعني انا اتعلمت وبحاول اوصل ده لكل المريضات او المتعافيات،
انك لا تنكري مشاعرك ولا تخبيها، بالعكس طلعيها وعبري عنها، ومع بعض احنا مع بعض تقبلي مشاعرك وحياتك وتجربتك وألمك واحدة واحدة وخطوة خطوة. فيعني بمشي كده بالراحة معاهم، وأنا ببقى طبعا سعيدة جدا وأنا وسطيهم ومبسوطة بكل واحدة بلاقي حياتها تتغير. وطبعا اسكندرية بقى كاسكندرية فيها أماكن تانية بتقدم دعم بشكل مختلف، اللي هي بيشتغلوا على المهارات اللي هو كروشيه وخرز وحاجات تانية، ده برضو بيساعد الست قوي انها تحس انها مازالت عايشة، بتقدر تنتج، بتقدر تشتغل، بتقدر تعمل حاجات جميلة تثبت لنفسها ان انا لسه قادرة اعيش. فكل انواع الدعم اللي تثبت لي او تثبت لأي مريضة او متعافية انها لسه قادرة على الحياة وقادرة تواصل وقادرة تنزل من سريرها وتتحرك وتتحرك في بيتها وتعمل أكل لأولادها وتنزل تقابل أصحابها وتمسك إبرة وتعمل كروشيه أو تعمل أي حاجة، هي قادرة تعيش. أنا قادرة أعيش، أنا عايزة أكمل. أنا دايماً بقول لنفسي وبقول لهم خلي كلنا جوانا قرار، أنا عايزة أعيش، أنا عايزة أكمل، بس هكمل حياتي بشكل وأنا فيه مبسوطة وراضية بغض النظر حالتي الصحية لغاية فين، لأن حالتي الصحية دي مختلفة من واحدة للثانية، لكن الأهم حالتي النفسية، حالتي الروحية لغاية فين، إزاي أقبلني وإزاي أحبني وإزاي. دي سكة، ده مشوار طويل من أول إن تيجي تحكي وتلاقي نفسك يعني تلاقي نفسك مقبولة من الناس اللي حواليك وبيشاركوكي بمشاعرهم قوي وبيقولوا لك اللي انت حكيتيه ده انا عارفاه، انا حساه، انا عشته. دي بتبقى اول مراحل انك تحسي ان في ناس شبهك وزيك وسمعاكي وقبلاكي زي ما انت، فدي بتكون البدايه. فده اللي بنحاول يعني نعمله في الورش بتاعتي. اشجع بصراحه كل الستات اللي قافلين على نفسهم ان هم سواء ينضموا ليكي او ينضموا لاي ورش او مبادرات فيها فعلا السبورت ليها، يعني فكرة ان انا ادور حاجة ممكن تطلعني من الأمم اللي انا قاعدة فيه وحاجة ممكن تساعدني، دي حاجة مهمة جدا. وعجبتني قوي فكرة جروبات المشاركة لان انا جربتها كتير جدا وفرقت معايا انا نفسيا، لان فعلا الكلام والحكي وان انت تطلعي كتير من اللي جواكي بيبقى في اعماق اعماقك، دي حاجة مهمة جدا. اي نعم بيبقى انا بعتبر ان ده قدس اقداس، ان الانسان يعبر عن الالم اللي جواه، بس يعني ربنا يعني يحط في طريقك الناس اللي فعلا يبقوا فاهمين ومقدرين يحافظوا على قدس الأقداس ده. فدي نقطة مهمة جدا. يعني كنت بتتكلمي عن المقارنات، أنا بس قطعتك فيها ومحتاجاكي تكملي النقطة دي يا ولاء. الجزء بتاع المقارنات هو بنلاقيه من الناس، يعني أنا شفته من الناس وشفته من المرضى نفسهم. من الناس بتلاقي فيه حكم صادر عليكي اللي هو انت كانسر، طب انت مرحلة كام؟ فلو لقاكي هو عنده مثلا خبرة ان كان حد في عيلته او اصحاب او معارف او جيران او مرحلة ثالثة مرحلة رابعة ايا كانت يعني، فبيقولك لا انت مرحلة اولى، ده انت هتخفي، انت هتبقي كويسة، ده هم شوية كيماوي كام جلسة وكام جلسة اشعاع وهتلاقي نفسك زي الفل، ما فيش حاجة يعني، ده بيخفوا بسرعة جدا. ده أنا أعرف فلانة كانت مرحلة ثالثة وحصل لها كذا وكذا وكذا، كانت مرحلة تانية وحصل لها كذا وكذا وكذا، وكأن أنا من المفروض أحس إن أنا ما عنديش حاجة وأقبل الوضع اللي أنا فيه أو أنكره أو أقول إنه تافه أو أقول إنه بسيط، وده مش حقيقي خالص. وأنا هنا ولاء ما بقولش إنك لا تضخم من الألم ولا تتفه منه، لأن تجربة الكانسر هي مش بس عند حدود اني امشي في الطريق المجهول بتاع هعمل عمليه واخد جلسات كيماوي واخد علاج اشعاعي. وطبعا انا قلت مش كل الحالات بينطبق عليهم كل الانواع دي، طبعا في انواع علاج تانية كتير، يعني في علاج موجه وفي يعني في انواع مختلفه من العلاجات اللي خاصه بالكانسر، لان الطرق مختلفه جدا اللي تابعه للوزن والصحه يعني ليها تفاصيل طبيه كتير، يعني انا مش كفء ان انا احكيها. لكن انا قصدي ان الناس هنا بتقارن انها تقول فلانه كانت في المرحله الكذا وكنا شايفينها عاديه وكويسه، هو انت ليه عامله كده؟
هو انت ليه شكلك تعبان كده؟ يا جماعه المريض مش هيمثل، كل واحد تجربته مختلفه عن التاني خالص. ليه؟ لان وارد جدا ان انا اكون مريضه بامراض تانيه قبل ما يجيلي الكانسر، وارد جدا ان حالتي النفسيه سيئه جدا فمخليه عندي احساس المرض او الرفض للحياه او احساس الموت اقوى بكتير جدا من مريضه في مرحله مرضيه اكتر مني، بس عندها من الدعم النفسي وعندها من الالتصاق الروحي والنفسي بشخصيات بتدعمها هو اللي مقويها ومخليها قادرة تقبل المرحلة المتأخرة في مرضها. فعلشان كده دايما أقول للناس يا جماعة تقارن انت مرحلة كام وحالتك ايه وخلصتي ايه وفضلك ايه. أرجوكوا سيبوا المريض هو اللي يتكلم، لو مش عايز يتكلم أرجوكوا ما تجبرهوش بالتفاصيل اللي هي أدق التفاصيل، عملت ايه وفضلك ايه وحالتك ايه دلوقتي. ما يمكن هو مش قادر اصلا يتكلم، ما يمكن هو اصلا الموضوع دي النقطه دي حلوه قوي، هي فعلا فكره التفاصيل يعني دي ان مش الناس عايز يتكلم. وفي حالات بتبقى الحقيقه بقى كمان انها رافضه تتكلم مع ناس مش مرضى لانهم مش مرضى ولانها ما تقدرتش من اول السكه. فاحكي ليه لناس مش مريضه بالتاكيد مش هتقدر اللي انا فيه، لانها طبعا بتبقى بمرت بتجربة عدم قبول من الأول، علشان كده بترفض إنها تتكلم عن مرضها وبتداريه وبتخبيه عن الناس. في بقى مريضات أو متعافيات هم كمان نتيجة نفس المشكلة دي، هي مشكلة القبول وإني شايفة نفسي إن المفروض أقفل على مشاعري وأخبيها وأنا قوية وأنا شاطرة وما عنديش أي عيوب. أنا بداريها ليه؟ لأني برضو ما لقيتش القبول أو ما لقيتش حد قدر ألمي، اللي هو مثلا انا اديلي 6 سنين 7 سنين انا متعافيه، لكن لما تيجي الذكرى قدامي واجي احكيها بتلاقي اللي حواليها يقولوا لها ما كفايه بقى، ما خلاص بقى، انت مش بعتيش كلام عن التجربه دي، زهقتينا، حكيتي كتير، انت ما عندكيش غير سيره السرطان اللي تحكي عنها. فلما بتلاقي ناس مش قابلين انها تحكي الجزء اللي صدقوني هو بقى واقع في حياتها، مش معناه ان انا بقول افضلي عايشه جوه الالم ابدا خالص، ولا ان انت تنكريه وما تتكلميش عنه برضه لا ابدا خالص، لكن انا ابقى قبلاه انه واقع جنب مخاوفي. يا جماعه مخاوفي بتقول كمريضه او كمتعافيه اني خايفه المرض يرجع تاني، دي مخاوف طبيعيه. هو لو جبنا اي انسان عادي وسألناه سؤال حضرتك تخاف ان يجي لك امراض ولا ما بتخافش من المرض، هيكون رده ايه؟ اكيد بيخاف، بس اللي تعبت كمان خايف اتألمت ان يجي له امراض. تمام، بس طب لما اقول له حضرتك كنت مريض اتفضل، يعني اللي كمان اتألمت يا ولاء وحست بالألم وخاضت التجربة بتاعت الكانولا دي زي ما بيقولوا والنار اللي بتبقى فيها دي كمان بيبقى احساسها أصعب، يعني هي مرت بألم حقيقي، مش بس لسه أنا خايفة من الأمراض، ده 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 شعورها ما أنا بقول لك الإنسان اللي مش مريض هو خايف صح. من المرض، ودي مشاعر طبيعية فينا كبشر إن إحنا نخاف من المرض والضعف وعدم القدرة على إني أنزل من السرير وأروح التويلت، عن إني أشرب نفسي كوباية مية، عن على إني كنت الست اللي بتتحرك وبتروح وتيجي وفجأة لو وقفت ألاقي نفسي دايخة مش قادرة أعمل أي شيء في حياتي. يعني الصورة لما بتتغير تماما بتصعب عليا أو المريضة بتصعب عليها روحها إنها ما بقتش قادرة تعمل أي حاجة من اللي كانت بتعملها في حياتها. ففي مريضات لما بتخوض حتى تجربة المرض في 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 جزئين، إن أنا ببقى عرفت المرض مدائي، يعني إيه أصعب حاجة؟ الماموجرام جربته، الكيماوي جربته، العلاج الإشعاعي جربته، دخول أوضة العمليات جربته، فأنا إلى حد ما أنا عارفة مداه، عارفة الألم اللي فيه، بس برضو أنا عشان بني أدمة ما تقولوا ليش ما أنت جربتيه، وكأني من المفروض ما تألمش لو المرض جي تاني، أو أني ما خافش إن المرض يجي تاني، ما أنا إنسانة
واخاف من الالم، يعني خايفه من الالم في حد ذاته، خايفه اني اتالم، وده احساس طبيعي. هو لما بيتملك الانسان بيبقى احساس مرضي، لكن انا ما قلتش انه يتملكني، لكن قلت الخوف الطبيعي، اني اخاف ان المرض يرجع مره ثانيه. فعلشان كده بقول ما نزيدش على بعض، ما اقعدش اقول لمريضه زيي هو انت كنت مرحله كام، لا خلاص انت كده تمام، انت زي الفل. هو عارفه وانت تيجي ايه في المرحله الثالثه عارفه ولا الرابعه؟ هي مشكله الناس، انا اوقات كتير بقع في الحاجات دي، وممكن اي حد يقع في دي الاوقات. احنا بنتكلم، خلي بالك احنا طالعين فاهمين حاجات كتيره غلط، فاوقات ردود افعالنا بتبقى غلط، بس ما بنت... من... يعني ما بنفهمش ده غير يمكن لما بنتجرب، او لما بنحس بعد ما نقفل التليفون، ايه ده انا المفروض ما كنتش قلت كده، انا المفروض ما كنتش عملت كده، بنبقى فاهمه، بيبقى يعني الموضوع بيبقى احنا بيبقى اوقات غصب عننا، مش هقول غصب عننا، بس بيبقى اللي احنا بنقوله ده حتى لو صغير بيسبب الم نفسي كبير قوي. يعني التفاصيل واجحامنا في التفاصيل، وان احنا نتكلم في تفاصيل ملناش فيها، ومش هنغير، مش هتغير من الواقع ليه؟ يعني انا مثلا كان عندي تجربه، الناس لما كانوا بيكلموني في تفاصيل التجربه كنت بتضايق جدا، كنت بهرب لدرجه ان انا هربت كتير جدا من مجتمعات كتيره جدا عشان خاطر كل التفاصيل تفاصيل تفاصيل. طب ليه تفاصيل؟ انا مش عايزه، انا التفاصيل بتضايقني، الكلام الكتير بتضايقني، ليه اتكلم؟ انا موجوده في مكان عشان ابقى مبسوطه، فانا موجوده في مكان ابقى مبسوطه، مش موجوده في مكان عشان يوجعني. ويمكن محتاجه تكلميني، يعني تفهميني اكتر من الكلمات. يمكن انا قلت لك في الاول الحلقه على ان انت يا بختك، انت قلت يا بختك انت مرض الفردوس، يا بختك انت بتتنقي، يا بختك مش عارفه ايه. ايه الكلمات التانية اللي احنا مفروض، احنا دلوقتي قاعدين مع بعض مفروض بنقول لي، بتقولي لي وبتقولي لي انا اخد بالي كفول لما اقولهاش، وبتقولي للناس كمان خلي بالكوا الحته دي بتوجع قوي، لو سمحتوا خلي بالكوا بقى. ايه الكلمات التانية اللي ممكن فعلا بتبقى بتوجع واحنا مش عارفين؟ بصي فولا، هو اولا المريض اذا كان راجل او ست عموما يعني، وخصوصا شويه بقى الستات، علشان احنا طبيعتنا بنهتم ان نكون شكلنا حلو، يعني ملامحنا ما اتغيرتش، وزننا ما اتغيرش، يعني الست بتدور طول الوقت على الجمال، على انها تكون حلوه. فلما بيبقى التركيز على ملامحها على شكلها بيفرق معاها قوي قوي. بس خليني اقول لك اولا ان الستات يعني خصوصا الستات بتبقى حساسه في المرحله دي اكتر. يعني مثلا لما اقول ان الراجل يقدر في اي وقت يحلق شعر ويكون من غير شعر موضه، لكن لما الست هتبقى، طبعا انا ما بنكرش ابدا عليه انه بقى من غير شعر او انه متالم ان شعره وقع، لكن انا قصدي ان الست بعد ما شعرها بيقع، وده مصدر مهم جدا واساسي في شكلها وفي ملامحها وفي جمالها، وبعدين تلبس الباروكه وتلاقي الناس بتكلمك عينيهم فين؟ يعني انت بتكلمي واحده هي عينيها مركزه على الباروكه مش على وشك، مش على عينيك، هي مركزه هنا، وهي ما تعرفش المفروض ان انت مثلا مريضه او انت مش قايله او انت قايله. فبتلاقي اول حاجه انها مركزه قوي على الباروكه وغصب عنها. بس انا بقول اهو، يعني ما نحاولش نركز مع الناس على الحاجات اللي اكتشفنا انها بتقول ان انا مريضه كانسر، ده لو انا ما بعلنش، لو انا ما قلتش، فما تركزيش، لان هي بتبقى المريضه هشه جدا، ضعيفه جدا، انت ما تعرفيش، وهي بتقرر وهي واقفه قدام المرايه ولسه هتنزل من البيت، هي عيطت قد ايه قدام المرايه عشان تقبل انها تلبس الباروكه، لان هي مش بتاعتها، مش هي دي، هي واقفه قدام المرايه بتبكي، مش انا الست دي، يعني مش انا الست دي اللي من غير شعر اللي مطالبه ان انا احافظ على ملامحي وداري النقص اللي حصل لي لفتره معينه ايا كانت 6 شهور او سنه او سنتين وانا بالباروكه. فاول حاجه ما نركزش على ملامحهم ونقول لهم انت اتغيرت، شعرك، بشرتك، طبعا في ادويه بتعمل حساسيه مثلا، يعني الكيماوي من الحاجات اللي بيعمل حساسيه فبتبان على البشره او على الجلد او على الجسم كله، فما اقولش باين عليكي اتغيرتي، تحت عينيكي كذا، تخنتي، خسيتي قوي، حصل لك كذا، او
انا عايزه اقول لك ساعات الكلمات الايجابيه بتوجع، اللي هي ايه، هم كل اللي بيجي لهم كانسر بيحلو كده، يا لهوي. برضو دي بتوجع. وكانها يعني، طب انا المفروض انا كمريضه اقول لك ايه، تعالي خدي كانسر انت كمان عشان تبقي حلوه، لان في ستات بتبقى بكل طاقتها عايزه تقول انا لسه عايشه، فبتلاقيها بتروح تجيب باروكه كانت مختلفه تماما، هي قالت ان انا مريضه، بتروح تجيب باروكه مختلفه تماما عنها، ملونه فيها مش عارفه يعني حاجه كده اصفر ومبهجه، هي عايزه تقول انا حلوه، لان هي جواها مضروبه جوه نفسيا في الثقه، وده طبيعي طبعا اني مش حلوه، وترسم الحواجب وتحط حاجات في العينين عشان تبان عينيها منوره، لان طبعا الكيماوي بيأثر في الجزء ده، بيبقى لونه بهتان جدا، بيبقى لونه اصفر او لونه اسود، فبيبقى باين قوي على المريض مع عدم وجود حواجب، فبيبقى يعني انا ولا بعرف المريض الكانسر من غير ما يقول لي انا عندي كانسر، لان ملامحنا بنبقى عارفينها، التغيرات اللي بتحصل بنبقى عارفينها، فتلاقي الوش خس قوي او الجسم زاد قوي يعني، فتلاقي بقى المريضه دي مانيكير مش عارفه شكله ايه، لبس شكله ايه، هي بتحاول يا جماعه تقول انا عايشه، فلما انت متصوره حتى ان انت تديها كلمه ايجابيه وتقول لها هم كل اللي بيجيلهم كانسر بيحلو كده، انت منين تعرفي الدرجه النفسيه اللي هي فيها علشان ازاي هتقبل الجمله بتاعتك، انت ما تعرفيش الا اذا كانت بقى صاحبتك قوي وده بيساعدها ويشجعها، فهي تقول لك حقيقي انا حلوه، فهي مصدقاكي انك بتقولي من قلبك، وهي بتاخد الكلمه على ان ده تشجيع، بس ده هنعرفه ازاي؟ يا نكون قريبين من الشخص، لكن لو مش قريبين الصمت دايما افضل، أكيد. الدعوه اللطيفه افضل، ولا أنا عايزة أقول يعني بس ما اقولش أكد، يا بختك وده مرضي. اتفضلي. عايزة أكد على فكرة البواريك، عايزة بس أقول في ناس كتير نازلة مصر الفترة اللي جاية، أي حد نازل مصر بشجعه إن هو يشتري بواريك من هنا. أنا عايزة، أنا عارفة إن أنتي قلتيلي إن البواريك عندك في مصر غالية، صح؟ الشعر الطبيعي غالي جدا. يعني بتعدي كام مثلا؟ بتعدي 5000، مش اقل من كده. 5000؟ ده الشعر القصير. اوكي، يعني اولموست هنا اغلى يعني شوية، بس في انواع تانية من البواريك هي بتبقى صناعي، على انا ما يعني مش يعني اللي ما هي جربتهاش، حقيقية. بس بيبقى في درجات جودة معينة، يعني مش شرط طبيعي، بس لان الطبيعي اللي انت بتقولي عليه هنا الطبيعي يعني 300 300 وحاجة دولار، فبيبقى هيعدي ال 10000 في مصر، فهيبقى اغلى من مصر، بس انا بقول بصي هو بيبقى افضل شيء، بس انها ما تبانش ان هي صناعي علشان ده بيحرج المريضه، يعني اللي هو كاني حاطه علامه بتقول انا شعري واقع، يعني في طبعا بواريك صناعي بتبقى شكل طبيعي جدا، وممكن كل الناس على فكره يبقوا حوالين المريضه عارفين انها مريضه، بس الملفته بتوجع، انا زي ما قلت لك بيبقى المريض وقتها هش جدا، ضعيف جدا، مش مستحمل حد يشاور له على وجعه ويقول له انا شايفه، انا شايف وجعك. طيب انا عايزه اقول بس للناس اللي او انت تقدر تعمل بتوصل دوت نقطه اللي عندك. تمام، اللي تقدر يجيبوا بواريك، لو يعني لو هم بالناسب ليهم ان هم يجيبوا حاجه زي كده ويدوروا على حد محتاجها ضروري، لان في ناس محتاجه الحاجات دي، يعني انا عارفه ان في ناس امكانياتها ضعيفه جدا جدا، فتخيلوا بقى واحده مريضه كانسر وكمان معهاش ان هي تجيب باروكه ان هي تداري بيها المشكله الكبيره دي اللي عندها، فاكيد نفسيا بتتدمر، يعني كنوع من انواع الخدمه، يعني انا بقول اللي يقدر، اللي عندها ومش عايزاها، اللي في انواع اللي قلت عليها، في انواع ارخص بكتير من الطبيعي، ممكن الواحده تبقى عامله 70 دولار و80 دولار، بس هي بتبقى شكلها انا ما شفتها، يعني ما جربتهاش، بس في حاجات بتبقى ممكن تتغسل وتتكوى، يعني مش شرط تبقى طبيعي. بس فأتمنى ان احنا يعني نساعد بعض يعني في نقطة زي دي. ولا احنا للأسف الوقت جرى بسرعة بينا جدا، بس انا محتاجة منك كلمات أخيرة كده تقوليها لكل الناس اللي موجودين من قلب التجربة،
من قلب واحدة يعني روح ربنا باين فيكي قوي يا ولاء، وروح الخدمة وروح حب الناس والإحساس بالناس، لأن نعمة الإحساس بالآخر دي نعمة، نعمة من عند ربنا يعني. من قلب التجربة يعني يا لو ولاء، قلنا تقولي إيه لكل الناس اللي بتشاهدنا النهاردة وهم بيتعاملوا مع مريض أو مريضة الكانسر، وهي نفسها لو هي مريضة أو مريض كانسر؟ لمريض الكانسر او للناس اللي حوالين مريض الكانسر، للناس اللي حوالين مريض الكانسر، اولا انا بقول له طبطب على المتألم، اسمعه لو هو حب انه يتكلم، لبي له احتياجاته لو تقدر ان انت تساعد من غير ما تجرحه، اقبله على الوضع اللي هو فيه من غير ما تطلب منه خطوات تغيير انت ما تعرفش صعوبتها بالنسبة له قد ايه او هيقدر يعملها ولا لا، فاقبل الخطوات البطيئة والبسيطة اللي هو بيمشي فيها، شجعه بكل شيء ايجابي ممكن يساعده، بس تكون متأكد متأكد ان ده هيساعده او هيفرحه، حاول تكون لو انت ما عندكش الملف، يعني حاول توسط حد انت تكون تعرفه يدخل للمريض لو انت ما عندكش القدرة في الحاجات دي، بس انت بقلبك عايز تساعد، فحاول توصل حتى لو عن طريق وسيط تاني. صلي اولا واخيرا، صلي لكل متألم مريض كانسر او بأي مرض مزمن، صلي له ان ربنا يديله سلام، ان ربنا يديله معونه، ان ربنا يديله قوه، ان ربنا يديله صيب من النعمه. اما بقى بالنسبه لاصحابي واخواتي وكل الستات الحلوين، انا ما شفتش ان الكانسر حاجه وحشه، وما شفتوش انه شر، وما شفتوش، ومش بس انا ما شفتوش، انا شفت الستات الحلوين الشاطرين اللي قاموا من الكانسر، قاموا نفسيا مش قاموا جسديا، لان انه يقوم جسديا دي مش شرط، او مش هو ده الاساس اللي انا ولاء بفكر فيه. طبعا انا بتمنى كل الصحه لكل الستات المريضات، لكن مش هو ده اللي اقصده، قصدي انك وانت مريضه وانت على السرير وانت مادة ايدك وبتاخدي الجلسه، او وانت تحت جهاز الاشعاع، او وانت بتاخدي الحباية بتاعة العلاج الموجه، أو إنك تكوني مبتسمة وتكوني سعيدة، إنك تكوني راضية. وطبعا أنا ما بقولكيش اعملي ده، ده مش قرار، ده سكة، ده خطوات، دي حياة، أولها بس إن أنت تفتشي وتدوري إزاي أدخل جوه العمق في حياتي مع ربنا. اللي كان ناقصني وما كنتش بعمله قبل كده ان يكون لي علاقه بربنا، انك تروحي قداسات كل ما تقدري، انك تفتشي على كلمات ربنا في الكتاب المقدس، انك تصلي، انك تصومي على قد ما تقدري، انك تحكي عن مشاعرك اللي وجعاكي مع ناس مقدرينك وسامعينك وقابلينك وفي شيء من القبول والحب بينكم، ما تتردديش لحظه واحده، انك تطلبي المساعده من ناس هم دورهم او هم فاتحين لك الباب وبيقولوا لك تعالي، روحي قوي، لان اوقات كمريضه بستكثر قوي ان انا شايل للناس همي او وجعي او المي، لا ارجوكي انا بشجعك جدا، اللي بيشتغل في ده او اللي بيخدم في ده انا بقول لك انه بيبقى سعيد جدا ومبسوط جدا جدا انه خلاكي تدخلي وتخرجي من بعد ما تقعدي معاه، انك تكوني مبسوطه، انك تقولي انا كنت سعيده النهارده، انا كان عندي مشاعر فيها غضب وفيها الم وفيها حزن وخرجت وانا شويه مرتاحه، انا اتمشيت مع حد، التمشيه الصغيره دي رجعتني مبسوطه. يعني ابسطي نفسك بكل اللي تقدري عليه، لو حواليكي ناس ارجوكي استمتعي بحبهم وبرعايتهم، ولو مش حواليكي ناس استمتعي بحياتك
واكيد في الحالتين يعني استمتعي بحياتك مع ربنا، اكيد اكيد في السكه ربنا هيبعت لك ناس على صورته هتشوفي فيهم ربنا وهيساعدوكي بمختلف المجالات بقى، اذا كان دعم نفسي، اذا كان اب كاهن، اذا كانت خادمه، اذا كانت مريضه زيك او متعافيه هتلاقي. بس خدي القرار انك عايزه تعيشي وعايزه تكملي، وان لسه في العمر باقي، انت لسه عايشه، انت سامعاني وانا بتكلم، انت دلوقتي شايفاني، فانا بقول لك انت لسه موجوده. يعني ربنا ما قالش انك خلاص متي، لا، انت لسه فيكي نفس. وبما ان لسه فيكي نفس ارجوكي قاومي وعيشي، عشان هتشوفي الحياه بشكل مختلف تماما لما تتصالحي مع حياتك، مع نفسك، مع قبولك ان لسه فيه في العمر الله اعلم سنه 2 3 10 يوم عيشيه وتبسطي في ايد ربنا. خدي القرار، خدي القرار ان انت تكملي، هي فعلا هتلاقي للحياه طعم مختلف تماما. امين فعلا. ولاء هي قرار، الحياه عموما قرار في حاجات كتيره جدا. ولاء انا من قلبي بشكرك جدا لمحبتك ولوجودك معايا ولخدمتك، بشكرك من قلبي، شكرا جزيلا. شكرا لكل كلمه قلتيها، ومفيش كلام بصراحه يتقال بعد اللي انت قلتيه، انت قلتي كل حاجه. انا هختم بس مع مشاهدينا بفكره ان احنا ربنا حطتنا في الارض ان احنا نحس ببعض ونسند بعض ونطبطب على بعض، مش ان احنا نأذي بعض وان احنا نتكلم على بعض وان احنا نسيء لبعض. مهم قوي قوي نعرف ده، مهم قوي قوي ان حلقتنا يعني تكون، ومهم قوي ان حلقتنا تكون وصلت الهدف منها لكل المشاهدين وكل الناس اللي تابعتنا النهارده على شاشه لوجوس، ولسه معانا من قلب التجربه موضوعات كتيرة جدا جدا، عشان نحس أكتر بالناس، وعشان فعلا نكون صورة ربنا الجميلة وإحنا بنطبطب على الناس. بشكركم جدا لوجودكم معايا النهاردة، وبشكر ضيفتي الجميلة جدا ولاء لطفي، بشكركم لوجودكم، واستنونا في حلقة جديدة وبرنامج بنت الأصول.